السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كان مساء، وأسعد الله صباحكم كان صباحا. طبعا عندنا اليوم لعبة محاكي الشاحنات الأوروبية الإيرو تراك سيموليتر 2، وعندنا حمولة 400 طن، أثقل حمولة في لعبة إيرو تراك سيموليتر 2 مثل ما أنتم شايفين، حمولة جدا ضخمة جدا ضخمة. والصعب في الموضوع قبل لا يصير يعني التحرك في الشارع او من لفات او حاجه، ان يا طول عمر السلامه ما معي اي مرافق، ما معي مرافقين ما معي، يعني احد يرتب لي الطريق، الشغلات هذه ما معي. لكن خلونا نشوف وين راح توصلنا هذه الحموله، وايش من اكشنات راح تصير، وايش من حوادث، ان شاء الله ما في الا الخير يعني. لكن خلينا، هذه بدايته، هذه بدايته مثل ما انتم شايفين، هذه بدايته، هذه بدايته، هذه ينقال لي موسع الحين بعد. خلينا نرجع نضبط امورنا. بس 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 وقف وقف. يلا بسم الله. الله تزين. المشكلة وين؟ ها؟ اوكي. إلى الآن ما في مشكلة، يعني إيش اللي ما مخليها تجي؟ لحظة خلنا نشوف. اتوقع بسم الله. العمو، لا لا لا، اللوحة. اوكي ان شاء الله. اوكي امورنا اوكي، امورنا اوكي، طلعنا بالسلامة الحمد لله رب لك الحمد. طبعا المشكلة مو باللي ورا، لا المشكلة بهذه اللي دايركت صايرة، هذه سوى هذه اللي في البداية، هنا المشكلة، لان تلف توايرها معك، تلف انت تلف معك، عشان كذا الوضع ما مزبوط يا صديقي. ومثل ما قلت لكم ما معنا اي مرافق، مرافقين ما معنا. فالاوضاع الله يستر منها. انا اتوقع يعني انه ما حطوا مرافقين. ليه؟ انا اقول لك ليه، انا علم المفروض انه يحطون مرافقين، لكن ما حطوا مرافقين عشان انها يعني طوليه، ما في شيء طالع لبرا على جنب، يعني مثلا شلون، مثلا يعني لو باجيب تانك كبير، بحمل تانك كبير ما اخذ نص الطريق من الجهة اليمين، او نص او ربع الطريق من الجهة اليمين وربع من اليسار، ما تقدر تمر سيارة من يمينك او يسارك، الظاهر ان يحطون مرافقين معك. اما كذا ما ظنيت في مرافقين، لكن الاستمرار على اليسار عند ان شاء الله امورنا في السليم يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن. بدل ما تجمعت شو اسمه تنسق للطريق، موقف هذا تعطي المسكين مخالفة، يا اللي ما تستحي، يا اللي ما تنتخي، يا اللي فيك، ويا اللي. المهم كم نمشي احنا الحين؟ احنا ما عارفين كم نمشي، خلينا نشوف كم نمشي. 32 كويس، يعني 32 على هالحمولة هذه اللي عندنا، هذا يدل على قوة الاسكانيا ما شاء الله تبارك الرحمن. فخلونا نكون نظاميين. الاتجاه نحو اليمين قليلا ثم الاتجاه نحو حنا ابشر ابشر طال عمرك ابشر، هذا يمين، هذا يمين، ابشر
ابشر ابشر، الله يسر من العيد، الله يسر، ان شاء الله ما في الا الخير، ان شاء الله ما في الا الخير ان شاء الله. طبعا اول مرة اشيل حمول بهذا الوزن ثقيل، لا ومع ذلك تلعبها دركسون، لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، تحس بالمتعة جدا جدا، يعني متعة غير طبيعية، تحس انها واقعية بشكل غير طبيعي، واقعية بشكل غير طبيعي. خلينا نشوف، اوريكم الحمولة، شوفوها على ال وينها، شوفوها على اليمين فوق، 400 طن على اليمين، باقي لنا 162 كيلو ونوصل إن شاء الله، نوصل بالسلامة. الاتجاه نحو اليمين قليلا، ثم الاتجاه نحو المخرج إلى اليمين. أوه نلف يمين حنا الحين، الاتجاه نحو المخرج إلى اليمين. لكن الطريق سيد. آسف، الاستقرار على اليسار عند مفترق الطرق. في مرافقين لكن مو معي، لا والله ما لها علاقة، مو مرافقين، يقول استمر يسار عند مفترق الطريق. انا بأخش هنا يعني، تيجي خلينا نشوف. ايه لا بخش يسار، بس كيف اخش الحين؟ كيف اخش وهذا موجود؟ بسم الله، نشوف لنا حل، خلينا نشوف، نحاول ان شاء الله ان ما نجيب العيد، ان شاء الله ان ما نجيب العيد عيال، ان شاء الله اذا بنجيب العيد والله لا طير هذه اللافتة ذي. لا سواق، خبرة سنين يا عيال، خبرة سنين. شوف 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 من الجنب هنا، ولا خبرة سنين يا مس، سنين، اي خبرة 3 ايام، يعني حمولة ضخمة ضخمة والله، ضخمة مو بشوي، والله مو بشوي. ها مثل ما انت شايفين، ما شاء الله تبارك الرحمن، الظاهر انه مولد طاقة هذا او حاجة زي كذا من ذا القبيل، ظاهر ما ادري والله. تجي فليشر، ما احتاج فليشر، فيها شو اسمه، الله يشطر، فيها رمقات سيفتي، رمقات ذي ولا ما فيها؟ ما ادري، خلينا نشوف الحين، نشغلهم اذا فيه، لحظة بس خلينا نشوف اذا فيه. ايوه يا سلام يا سلام، ما شاء الله، والله حمولة جبارة، مرة جبارة. وشارع واحد رايح جاي، لكن ما ندري ايش راح نوصل له، او نزلنا جلد شوي، لكن ما يمنع ما يمنع. عفوا، خلينا نشوف برا ايش فيه، ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الرحمن. محطة بنزين. الدوريات شفتوها؟ طلعت دورية. المفروض تصيرين قدامي، الله يطول لي عمرك ويعافيك. تفضلين الطريق، لكن ما في أحد، يعني الطريق ما في أحد. كم باقي؟ 111 كيلو. ممتاز ممتاز، 111 كيلو كويس. معلش تحملوني يا شباب، خلاص تحملوني، كح ذبحتني والله. طبعا مثل ما قلت لكم راح احط لكم مودات تحت ديسكريبشن، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتعليقاتكم الحلوة اللي نزلتكم الجميلة، واعطوني ارائكم في اللعبة او في الحمولة او طريقة لعبي، كويسة ما كويسة، في حوادث ما في حوادث. ان شاء الله انا ما في حوادث، لكن اكتبوا لي اي شيء تحت الاتجاه ايش نحو كان اليمين ودكم. قليلا ثم ها ها ها، المتابعة في خط مستقيم. الله يقطع ابليس، فكرت يقول لي بلف، لكن يلا مو مشكلة، ولا المتابعة شفت الخريطة بشكل انا. مستقيم. ابشر طال عمرك ابشر. زين، و اكتبوا لي تحت اذا ودكم نلعبها مرة ثانية، لكن راح نلعبها 400 طن، لا مو 400 طن عفوا، راح نلعبها باوزان ثقيلة لكن مو 400 طن، راح ناخذ مقطورتين مشبوكين مع بعض، مقطورتين مشبوكين مع بعض في المقطع الجاي ان شاء الله، ونحاول قد ما نقدر. اذا في واحد منكم المتابعين عند اللعبة ويحب يلعبها اونلاين واوزان ثقيلة يعطيني خبر يقول لي ونلعبها اونلاين اوزان ثقيلة ونستانس ونضحك ونفلها، والاكشنات والحركات والبركات. واتمنى ان شاء الله المقطع ينال على اعجابكم، تستانسون مثل ما انا مستانس ومستمتع في اللعبة، وبالخصوص لما يكون تلعب بركسون، ياه لأنه متعة غير طبيعية. يا سلام يا سلام يا سلام. خلينا نحاول ندوس شوي عشان ما أطول عليكم المقطع. خلنا نطمن على الحمولة كويسة، هي حمولتنا اوكي ما فيها اي بروبلم. امسك نفسك، ما نبي حوادث ما نبي اكشنات، ترى تونا في الحمد، تونا في الحمد. يلا باقي 34 كيلو خلاص وصلنا. مثل ما قلت لكم لايك اذا ما عليكم امر، اشتراك، تعليقاتكم الجميلة اللي مثلكم جميل، و كتبوا لي ارائكم، وهل استمتعتوا بالرحلة ولا ما استمتعتوا مثلي. انا والله انا مستمتع، انا حاليا مستمتع جدا 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 مستمتع.
الظاهر نحن وصلنا، فخلونا نمسك الاتجاه نحو اليمين، نمسك نص الطريق عشان ما حد يحشرنا. دق إشارة. الاتجاه نحو اليمين. أوكي 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 وصلت وصلت أنا وصلت. أوكي أفكر نفسي ما وصلت يعني الحين. طب ما ادري وصلنا المنطقة اللي احنا نبيها ولا لا، خلينا نشوف. ايوه هذا المنطقة اللي بنوصل فيها الحمولة مثل ما انتم شايفين. الحمد لله رب لك الحمد ما صارت اكشنات. شكرا يا صديقي شكرا. الحمد لله ما صارت اكشنات ولا اي شيء. خلينا نشوف وين ابغانا نوديها الحين. المشكلة هنا يا صديقي. طبعا نشوف هنا نجازف ظاهر كله سيد الظاهر. انا اشوف انا اشوف الخريطة. لا والله فيه يسار، لكن يسار يعني الله يستر الله يستر. ايوه هذا حنا الحين بنلف يسار. الحين هنا يبتدي الفيلم، هنا يا عيال يبتدي الفيلم هنا. اوكي هنا يبتدي الفيلم، هنا الاكشن. الله يستر هنا الاكشن يا عيال. هذا بدايته تعلقنا. اوكي خلنا ارجع ريا بس شوي ان شاء الله نزينها الحين. نظبطها راح 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 بعد 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 شوي بعد شوي راح راح بس. رجعنا البوابة اللي هناك. خلنا نلف من هنا نشوف هذه شو وضعها، تزين ولا ما تزين. مشكلتنا باللو اول واحدة، هذه اول واحدة اذا زانت امورها اللي ورا تزين. والله يستر الله يستر على اللي بيصير. تعلقني يا عيال. وش اللي تعلق؟ ايه مرة ثانية هذا مشكلته. نحاول. ابشر جاتك جاتك الحمولة. وصلت وصلت طال عمرك وصلت. حمولتك وصلت الله يسلمك. بس خلينا نشوف طريقة. على طول نعكف كذا. حلو اوكي ايوه ايوه لا 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 اللي ورا الظاهر اللي ورا الكبيرة تعلقت. اوكي يلا الحين نلف كذا. لا 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 لحظة والله بتبهدلنا ذي. هي متعلقة وين؟ أنا ما أنا بعارف وين متعلقة. أوكي لا مو بالهذي اللي ورا الكبيرة. خلينا ناخذ كذا الحين. خلنا نحط الكاميرا قدام. اوه جالس امشي ريوس انا سوري.
نفس الحكاية نفس الحكاية. والله لا امشي دام تمشي لا امشي انت زين. استغفر الله والله مشكلة ذي. ليه ما نكمل سيدة؟ طيب خلنا نشوف دقيقة يجي سيدة. ما يجي سيدة لحظة خلنا نشوف لنا حل. والله قلت لكم انا ما يعني ما ودي نصير في ذا الموقف، لكن والله ما نبقص شيء، ما نبقص اي حاجة. خليكم تشوفون الاكشن اللي صار وكل شيء. تعلقت هي بس وين متعلقة انا ما انا بعارف. خلنا نشوف دقيقة خلنا نشوف وين متعلقة. اوكي من هنا من هنا، هذا اللي دقر هذا اللي دقر. لكن حنا الحين ايش اللي بيصير؟ اللي بيصير يا طويل العمر السلام نبغى نرجع ورا هنا زين، ونروح سيدي نكمل من سيده. ما في لها الحل والله ما في لها الحل. ما في الا حل ان انا اكمل سيده. ما ادري هل سيدة تضبط ولا لا، الله اعلم. ان شاء الله اني ما اضطر ان اقص هذا الجزء. ان شاء الله اني ما اضطر. لا لا انا 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 غلطان هنا، هنا غلطت. مسكر الطريق يا عيال، شلون نلف كذا؟ طبعا اضطريت يا عيال اني اقص المقطع، والله اضطريت لان ما عاد في حل، والله ما عاد في حل. حاولت بكل الطرق لين ظبطت معي. حاولت بشتى الطرق لين ظبطت معي. يمكن جلست معاند معاند يعني اقدر. الله يعين كبد الشيطان رجل. اقدر اشغل المود الحر وانقل السيارة الحمولة وكل حاجة واخلص، لكن قلت لا لازم تضبط، ف اضطريت اني اقص المقطع عشان ما اطول عليكم. هو الحين انا يا طول عمر السلامة لازم اوقف مضبوط بعد. يلا خلونا نوقف. باقي شوي ما جات.
حمولة طايرة برا. راح احضر شوي. ستوب. راح ارجع ورا شوي. ابغى نجيبها مظبوط. طبعا الى هنا ينتهي مقطعنا لهذا اليوم، واتمنى المقطع عجبكم، واعطوني رايكم وكتبوا لي اذا تبون نلعبها مرة ثانية وايش الملاحظات عندكم، وان شاء الله انكم استمتعتوا في هذه اللعبة او هذه الرحلة بشكل عام. ولا تنسون من اللايك والاشتراك وتعليقاتكم الجميلة اللي مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.